اهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم علينا وعليكم. اليوم بدنا نعمل وصفه حلويات عربيه مميزه جدا. وصفه اليوم هي بلح الشام المحشو بكاسترد الورد وكاسترد الفستق. يلا نبلش. لعمل العجينه رح نحتاج للحليب الباودر، طحين متعدد الاستخدامات، نشا الذره، سكر ناعم، مي بحراره الغرفه، كمان زبده بحراره الغرفه، بيض وفانيلا. هلا اول شي بدنا نغلي المي مع الزبده والسكر على حراره وسط ونتركهم لحد ما تذوب الزبده ويغلي الخليط تماما. وبس تذوب الزبده بوقف تحريك مشان اترك الخليط يغلي. وبهذا الوقت بدي اخلط المكونات الجافه كلها مع بعض. بس يبدأ خليط الزبدة بالغليان بعده عن الحرارة وبخلط معه كل المكونات الجافة. بدي أخلط المكونات الجافة منيح منيح لحد ما تختفي كل كتل الطحين من عندي. بس تختفي الكتل بقدر رجعه على الحرارة وكمل طبخ. على حرارة وسط لحد ما ينشف الخليط تماما. هلا بس خلص طبخ بدي هز الطنجره شوي لاتاكد انه صار في عندي كتله واحده وما بتلزق بقاع الطنجره. بنخفق العجينه السخنه باستخدام المضرب المسطح على سرعه وسط لحد ما تنزل حرارتها لل 38 مئويه. هلا بس تبرد العجينه تماما بدي انزل البيض على مرحلتين، وبين كل مرحله ومرحله بترك 20 ثانيه لأتأكد إنه المرحلة الأولى نشفت تماماً قبل الإضافة الثانية. وآخر شي بدي أضيف الفانيلا. بعد إضافة كل كمية البيض بترك الخليط يخفق لمدة دقيقة كاملة مو أكتر، لأنه ما بدنا بلح الشام يطلع مشقق. لازم يطلع عندكن عجين متماسك مثل هالشكل. رح أعبي الخليط بالبايبنج باك باستخدام تب الأكلير المسنن. هاي الحركة لتفريغ الهواء من البايبنج باك لنحصل على بلح الشام بدون فقاعات ومرتب الشكل. هلأ بحطه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل القلي. لعمل كاسترد الورد بنحتاج لصفار بيض، حليب كامل الدسم، ملون طعام زهري، نشا الذرة، سكر، كريمة سائلة، زبدة بحرارة الغرفة، وماء الورد. هاي الوصفة سهلة ولذيذة. رح نخلط كل المكونات بقلب الطنجرة ما عدا الزبدة، نخفقهم منيح لحد ما نتأكد انه النشا داب تماما. بعدين بدنا نطبخهم على درجة حرارة وسط لحد ما يتماسك الخليط. وهي السماكة المطلوبة للكاسترد. هلأ بدي أحط له ملون طعام لأخذ كاسترد بلون الورد، بس لا تكتروا، بدنا لون طبيعي. هلأ بضيف الزبدة وبحركها مع الخليط لتذوب تماما. بنغلف الكاسترد بنحطه بالتلاجة ليبرد تماما قبل الحشو. لعمل كاسترد الفستق بنعمل نفس الخليط السابق، بس بنبدل ماء الورد بزبدة الفستق وبنحطه بنفس الوقت لما بنحط الزبدة العادية، يعني بعد الطبخ. ونفس الشيء يتبرد ساعة قبل ما نستخدمه. بنعبي تلت الطنجرة زيت قلي وبطلع عجينة بلح شام من البراد، وبهالشكل بقطعها وبكبها بالزيت، بس الزيت طبعا بارد لسه ما شغلت النار عليه. بهالشكل ما بيمتص زيت ابدا، بالعكس رح يطلع كريسبي من برا وناعم من جوا،
بالإضافة إنه رح ينتفخ بطريقة مرتبة كتير من دون ما يعطينا فقاعات أو أشكال مائلة للدائرية أكتر. ما بنعبي الطنجرة كلها مشان ما يخبصوا على بعض، وبنعلي النار على الآخر وبنستنى ليغلي الزيت تماما قبل ما نبلش بالتحريك. بالأول بحرك بمعلقة صغيرة مشان ما أخرب شكل بلح الشام. وهون عم بيغلي القطر عبارة عن سكر ومي وعصرة ليمون ومنكه. أنا بحب حط وردة اليانسون، تعطي نكهة كتير طيبة. وبنغليه لمدة 15 دقيقة بس. هلأ بس يكون بلح الشام قشرة قاسية بصير الموضوع آمن إني حركه بنصفاية القلي. وهي هي درجة اللون المطلوبة. هلأ بدنا نصفيه من الزيت. شو رأيكن؟ ولا أروع ما هيك؟ هلأ بنغمس بلح الشام السخن في القطر الدافي. من برا كريسبي ومن جوا مثل الزبدة. لو بدنا بلح الشام سادة بنكون صرنا جاهزين، بس رشة فستق قبل التقديم. لنحصل على كريمة ناعمة وحريرية نعطيها خلطة سريعة بالخلاط اليدوي الكهربائي. هلأ بالبوبستيك بفتح بلح الشام من ناحية واحدة وبهالشكل. بحشيه بالكاسترد، بعدين بغطس مقدمة البلح بالورد المجفف، وبنعيد نفس الطريقة مع كاسترد الفستق، بس هالمرة بدنا نغطسه بالفستق المطحون. وهلأ هيك بنكون خلصنا وصفة بلح الشام. خلينا ندوق ونشوف النتائج. روعة، رح تعجبكم كتير، خاصة انه نحن حاطين الحشو عاملينه بنكهات عربية. لازم تجربوا بلح الشام بالطريقة الجديدة، واذا عجبتكم الوصفة اضغطوا لايك على الفيديو واشتركوا بالقناة مشان يوصلكم مني كل جديد.